واخا شنو كتقول المنتقدين ديالك المنتقدين ماشي شي مشكل مع الدودي هذه الايامات المشكل لا ما هو اللي عنده مشكل معايا المشكل ديال الدودي هو انه كان في واحد الندوه صحفيه قال لي بدا يهضر معاه قال قال لي ودي هذاك عادي اللي كيدير اللايف على زعما غير هو عادي اللي كيدير اللايف هو ما كيديرش اللايف هذه وحده قال لك اودي هو غادي بالاغنيه الشعبيه للامام لان ملي جيت نشوف القناه الاغنيه الشعبيه ملي غناها هو ما بقاش كاع كاينه كاع تحيدات ولا ولا, ولا, ولا الشباب يعني ولا هما اللي خدامين دابا هذيك دا الاغنيه الشعبيه هو السبب ديالو باش مسحها جاب الله كاين عبد العزيز الساتي اللي هو بلا نهضروا عليه هذاك هذاك هو اللي باقي الان باقي شاد الاغنيه الشعبيه ما خلاهاش طيح باقا شاده هو اما ملي تخليه هذاك هذاك السيد اللي هو المهم العندليب هذاك داك الشيء يلاه المهم ملي تخليه هو يعني ميعها وعاد كيبقى يهضر يعني الانسان ما عنده حتى علاقه مع هضره هذه اول حاجه وابسط حاجه هو ان ذاك السيد ما خصناش نقولوا عليه فنان لانه على على هضرت على الدوديه الدوديه قال لها قال لها ما ما يعني يعني ما عرفناك واش غتمشي مشيت للغراب ولا مش الحمامة. لا لا الدوديه فات ونقزاتو بزاف الدوديه باش 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 يكون هو بحال الدوديه خصو بزاف الدوديه انا نقزاتني نقزاتو ونقزاتو بزاف يعني ما داك السيده ما خصوش يهضر عليها لانه واعره عليه وهذاك ما عندو حتى علاقه مع الفن وكل شيء ديال الله ودي ما شوف تي في مرحبا